أنا اسمي حليمة دياب، عمري 13 سنة وأنا من سوريا. أنا اسمي جهينة الحسين من سوريا من حلب. أنا متنى جمال إبراهيم الشيخ من الرقة من سوريا. عمري 12 سنة. أنا من سوريا. اسمي أيهم، عمري 11 سنة وجاي من سوريا من طرطوس. من ريف حلب. من منطقة درعا. عمري 2 سنوات. أخلقت بسوريا وعيت هون. اليوم أنا عمري 11. كنت ما فايت مدرسة أبداً. سوريا ولا لبنان؟ لا بسوريا ولا لبنان. كنت أدرس بسوريا بس قبل ما تتهدم المدرسة. كان هناك في حرب ما تعلم، كنت صغيرة. كم عمرك أنت؟ 10. 10 سنين. يعني أنت عمرك 10 أول مرة بتفوتي المدرسة؟ بس أنا شفت سوريا. أنت ولدت هون؟ إيه. هون؟ إيه. بس أخوي من سوريا، أنا مو أمي من حلب، بي من سوريا تجوزتها. ماشي شو اسمه بصرت سوري انا بين اني سوري. اسمي مثنى جمال ابراهيم الشيخ، انا سوري. طلعت على لبنان مشان اشتغل ودورت على الشغل ولقيت شغل، بس الدوام من الساعه 8 الصبح للساعه 7 المساء. فضليت اشتغل شي شهر شهرين، فالراتب كان الدعم يعطيني شي 25,000. 25,000 ما بتكفيني. لا بروح البيت شوي بتحمم، بغير ترابي بروح على الشغل. انت قدي عمرك؟ 13. شو بتشتغل عندنا هلا؟ نظف، انظف من المحل. ايه بس تنظيف؟ ايه. ومن اي ساعة لاي ساعة؟ من الساعة من الساعة هلا الساعة 12:30 الساعة 7:06 من تاني رمضان. كنت اتعب لكن يعني بجوز ساعة غدا برتاح فيها، بس ساعة. وكان عندك يوم عطلة؟ ايه يوم عطلة واحد. يعني بجوز بهاليوم برتاح كل شيء، بنسى الهموم المحل كله وببعض. كنت اشتغل. شو كنت اشتغل؟ كنت اشتغل خضرج. كنت اروح ساعد العالم لما معهم خضرة كتير وغراض ويجي من شي منطقة ومعهم غراض كتير. كنت كلم المعلم بيقول لي روح شيل الغراض، ولما بيدقوا لي على التليفون للمعلم بيصيروا بيقولوا لي بدي خضرة بدي خضرة، وبيقول لي انه روح ودي هاي مثلا شو اسمها بندورة وخيار و ايه بندورة وخيار، بقول لي روح ودير لأبو أحمد مثلا، روح ودير يعطيني مصاري وبعطيها للمعلم. تعلمت مثلا كيف بدي فك الكنباي، كيف بدي اشتغلها، كيف بدي نجدها. ايه تعلمت هدول الخبرات، كيف بدي ساوي بوف. ايه تعلمت هدول الشغلات، كيف بدي فك كرسي وبركب كرسي. تعلمت هدول. فكمان شو صار؟ انا عمري 11 سنه وتعلمت تعمل دور قصص لحالك. تعلمت هدول باليوم 3. باليوم بيعطيك 3000. ايه عم بالجمعه بشي 15,000 بالجمعه. ايه شو بتعمل فيهم المصاري؟ بحطهم بالاجه. بالاجه بحطهم بالاجه يعني مكموره. ايه وبعدين؟ بس اجي العيد بدي اشتري ثياب للعيد. كان يعطيني 6,000 باليوم. باليوم بتاخذ 6,000؟ شو تعمل فيها 6,000؟ كان في عندي اجي كبيره كنت اعبيها. انه يعني انه يلي بيعطيك راتب قليل بدك تتحمل شوي، فاذا لقيت راتب اعلى بدك توقف تشتغل بهداك المحل. طيب انت المصاري اللي كنت تطلعها من الشغل شو كنت تعمل فيها؟ كنت بعطيها لأهلي، المصروف للبيت لأهلي. كله؟ كله، ما باخذ شيء. يعني مثل منطقة طبعا. بجوز بالأسبوع مثلا باخذ شيء 500,000. ايه. بس لأنه كانت أمك ما تشتغل فأنت. ايه يعني إنه ما كان في حدا يشتغل. وأنا اشتغلت ما فيني آخذ مثلا لإلي شيء. ما فيني آخذ.
دغري بتحطوا مصروف؟ دغري مثلا بشيل هذا الراتب يعطيني بروح على البيت بسلمها يا لا يا لامي يا لابي. طيب وهلا انت عم تيجي تتعلم بتحب؟ انت بتحب صراحه؟ بتحب تتعلم اكثر ولا بتحب تشتغل عن هلا؟ لا بتعلم لانه ما استفيد شيء من الشغل. كانت قريت شيء بدي اقرا بدي اعرف انه قري. بس انت عم تاخذ فلتة بالمدرسه ما بتاخذ ان شاء الله؟ ما بس انا الاحسن احسن مدرسه. ليش مو مثل التلاميذ؟ لان المسار ما بتسوي شيء. المسار ما بتسوي شيء بس التعليم بيسوي شيء. العلم احسن. العلم احسن. احسن من شو؟ احسن من الشغل وقت تتعب. ايه ايش بس الشغل بيطلع مصاري، العلم ما بيطلع مصاري، بس انه وقت تتعلم وتطلع على الصفوف وتجيب شهاده بتعوض يلي راح. جيت على المدرسة على المركز كنت ما بعرف أعمل شيء بالمركز، كنت ما بحياتي نفيت يعني مدرسة، ما بعرف أمسك القلم أكتب، بس أجيت بلشوا يعلموني المسات وهيك صرت أعرف أكتب وأقرأ وأكتب ومشي حالي. أنا هون بدرس، جيت لهون أنا تقريبا ما بعرف شيء، بس انه المسات هون علموني وصرت اعرف والحمد لله لاني وصلت على هذا الصف. عم تعلم انجليزي، انا بعرف انجليزي شوي، وعربي ما في اشهر مني عند المسعود. بس نخلص على خير وصيفنا ونلعب بالالعاب تجي انت بتلعبنا بحاجة لعبتنا وبالالعاب وعملت لنا هيك رياضه. اتذكر لما عملوا عيد ميلاد ايهم كثير انبسطنا وعملنا اشياء كثير، ولعنا فرقه وبلشنا كثير حلو. ومره ثانيه كمان لما عملوا حفله بالمركز كمان كثير انبسطنا. حفله شو على عيد الام؟ بنلعب بنمزح بنحكي نكت، يعني هيك بنعمل بالصف. وقت عملنا حفله لرفيقي يزعم عيد ميلاده احتفلنا كلياتنا واجوا الصفوف كلياتهم وفاتوا على صفنا واكلنا كيك وعملنا حفله ورقصنا وغنينا وانبسطنا كثير. وقتها ضلينا كل الوقت كنا عم نرقص ونلعب. حطونا بالصف صف الاول، حطونا بالصف هيدا اللي قاعدين فيه، حطونا كلياتنا وحطونا بيدينا هاي اللي هيك مو خريطة، وجمعونا بصف واحد وقعدنا وعملنا حفلة. اجت شو اسمه المس اجت وعملت حالها انه بابا نواه وعطتنا هدايا. وبعدها اجى الساحر حتى لقيت اختي حمامه اصبعها. فيتي زهره انه انا من اول ما فتح المركز شفتها وتعرفت عليها وصرنا انا وياها رفقات كثير. من قبل ما بنجي على المدرسه هون تعرفنا نحن هونيك، كان بابا رفيقه لاخوها لحليمه وتعرفنا نحن هونيك وصرنا اصدقاء كثير وحبينا بعضنا. من كانت معي بصف كنا أو أصغر صف كنا فيه هون لحد الآن ما هي معي بصفي.
بنتم نساعد بعضنا بالدروس ونعمل كل شيء سوا وبنحكي لبعضنا كل شيء. انه احب العب فبور، في عندي ثلاث فبابيل بالبيت وجمعتهم، وكان في عندي خمسة بس طلعت ابن عمي اثنين دمو عندي ثلاثة. جينا نعيدكن من العيد بنسألكن ليش ما في عنا العياد ولسي يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي. أنا أحلم أكون دكتورة أطفال. ليش حلمك تكون دكتورة أطفال؟ لأنه بحب ساعد الأطفال الصغار، وهيك بحب الصغار الأولاد الصغار كتير بحبهم، إنه بحملهم بلعبهم وهيك بحب. حلمي يصير أستاذ. أستاذ معلم إنجليزي. ليه؟ لأنه بدي أعلم الأولاد عشان يصيروا يعرفوا يقروا. بس لأكبر تكون دكتور. حابب تصير دكتور؟ ايه. ليه؟ لانه بحب بساعد العالم والناس، بحب مثلا بنجية. ايه. بحب شو؟ بنجية. بنجية. ايه بس انا اللي معه قلبه هو بخطر بنجي مثلا، بكل جهدي بساعده مشان بيطيب ويصير. حلمي يصير انه خياطة، يا شرطية. شرطية. شرطة يعني. شرطية؟ ليش شرطية؟ يعني كرمال ما بخلي حدا بالبلد يعني بيسرق أو بيعمل شيء، دافع عن بلدي. إنه إيه المدرسة عم تعلمني حتى أحقق حلمي وأوصل لهدفي وإني أصير رائد فضاء. طب أنت ليش بدك تصير رائد فضاء؟ لأن ما بحب هالمهنة وبدي أعلي اسم بلادي. معلم. ليه؟ لاني بدي اتعلم، انا عم بتعلم مشان اصير معلم. ليش بتحبي تعلمي؟ مشان اعلم الطلاب مثل ما المسات بيعلمونا. هون حلمي شو اسمه؟ استاذ. ليه؟ لاني بحب المدرسه وكل شيء. وقت المس مثلا تعطينا شيء، بتقول مثلا تتحط العلامات هيك انه مثلا صف اولى، هيك انه بتحس حالك عم تتعلم اكثر باكثر، تفتخر. هن لانه علموني كيف بدي اقرا، كيف بدي اكتب، وكيف بدي اروح على المدرسه، وكيف بدي اعمل بالمدرسه، كيف بدي اسوي بالمدرسه. ايوه وهلا بسرعه على المدرسه وقتها بحقق كل شيء. انا بحب بقول للمسات شكرا 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 لانكم عم بتعلمونا. بشكر كل المسات وفضلهم عليهم، ما فضلهم علي ما راح انسى ابدا، لحتى وصلوني لهالدرجه واني تسجلت بالمدرسه. بدي اقول لهم انه راح اشتغل لكم كثير، وراح انه راح انه رايح على مدرسه انه لانه انتم علمتوني ولانه